أحيو. أحيو. يعني صباح الخير. صباح الخير. سيونارا. سيونارا. يعني إلى اللقاء. إلى اللقاء. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ دي بتتجوز ولا ماما جابت ديك روم؟ يا ساتر يا رب، دي حالة وفاة. استر يا رب. شطو. شطو. يا ماما، أنتوا بتحضروا أرواح على سبحية ربنا كده؟ لحظات سيداتي وأعود إليكن، استمروا في التسميع. إيه ده؟ وإيه الرسمة دي؟ أنت هتسرقي البيت ولا إيه؟ إنه كورس لغة يابانية. كورس لغة يابانية؟ أم شلبي بتاعت الجرجير هتتعلم ياباني؟ هتعمل إيه بالياباني؟ هتمشي تقول أشواوا يا طازة، أشواوا يا ورور. لو عارفوا قيمة الجرجير كانوا زرعوه تحت سرير. إيه ده يا بت؟ أنت جبت الجملة دي منين؟ وهتكوني بتقعدي على القهوة تضربي معسل مع الرجالة. انت بتعلميهم ياباني وهم بيعلموك الراتح. طب وعلى كده بقى بيحاسبوك ازاي؟ ام شلبي دي بتديك حساب الجرجير؟ نعم، فانا اتبع معاهم نظام المقايضه. نظام المقايضه؟ انا قلت برضه دول هيدفعوا منين؟ هم لاقيين ياكلوا. استني هنا، ام مديحه الخطبه بتحاسبك ازاي؟ بتجيب لك عرسان؟ لقد عدتني باسورد واي فاي. يا بنت اللعيبه، هو ده الشغل. الله، بقول لك ايه، اتك عليا في الدروس لحد ما تنزل لنا الراوتر هنا، هموت واحمل كل حلقات توم اند جيري. إذن فأنت سعيد بمشروعي الجديد؟ نيلي.